للمتتالية الحسابية أو الحد النوني الاسم الثاني لها. الحد العام في لها قانون، والقانون يحفظ يحفظ صم صم، ما في نقاش في الموضوع هذا. قانون الحد العام يقول AN يساوي A1 زائد D في N ناقص 1. AN هو الحد النوني أو الحد العام أو الحد لها اسمين طبعا. A1 هو الحد الأول، D اللي هو الأساس، N ناقص 1 إن هي حد نوني أو رقم، 1 هو رقم عادي ثابت في القانون. طب لو جانا مثال زي كذا يقول لك أوجد الحد العاشر لمتتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3، كيف نحلها؟ أوجد الحد العاشر لمتتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3. أول شيء من هذا الكلام في 3 معطيات لازم نستخرجها. هو قالنا الحد العاشر يعني الحد النوني يساوي 10، الحد العاشر يعني الحد، دائما قال الحد العاشر يعني صارفة فيها حد نوني يعني N تساوي 10. لمتتالية حسابية حدها الأول 5 يعني A1 الحد الأول يساوي 5 وأساسها 3 يعني D تساوي 3. طيب نيجي نطبق القانون. هو قال AN يعني AN كم قيمتها؟ 10 تساوي A1، A1 كم هنا؟ 5 زائد D هنا كم؟ 3 في الN كم قلنا؟ 10 ناقص 1، يعني نعوض المعطيات هذه في القانون. طيب نحلها A10 تساوي، دام ان عندنا اقواس اذا لازم نفك الاقواس، الفك يكون بضرب الرقم في اللي داخل الاقواس كاملة، يعني 5 زي ما هي موجب 3 في 10 يعني 3 في 10 30. طيب موجب في سالب، نستخدم الآلة الحاسب عشان تطلع لنا نتيجة صحيحة. موجب 3 في سالب 1 يساوي سالب 3. لو دخلنا هذه المعادلة كاملة في الآلة الحاسبة راح تعطينا الناتج، أو ممكن نحلها يدوي. خلينا نحلها بالآلة الحاسبة أسرع. 5 زائد 30 ناقص 3 تساوي 32، يعني A10 تساوي 32. أوجدنا الحد العاشر. طيب نأخذ معاد مسألة ثانية.